بتكلم عن دور الحملة في إطار المشاركة المجتمعية لوعاظ وعاظات الأزهر الشريف، ربما في عملية التوعية المجتمعية الشاملة اللي حضراتكم أكيد بتستهدفوها. تمام، هو هيظهر معايا حضرتك دور الحملة من المستهدف منها. يعني احنا ما بنستهدفش فقط من الحملة طالب العلم، لأن احنا بنستهدف العملية التعليمية في المجتمع نفسها في أطراف مؤثرة فيها. طالب العلم القائم على العملية التعليمية سواء كان هو مدرس أو هو إداري بيدير هذه العملية، وولي الأمر أو والد الطالب أو والدته، الثلاث أطراف دول ما دام كل واحد منهم يعي قدر العلم وقدر أهل العلم والنتائج المتوقعة أو النتائج المستهدفة من تعلم أبنائهم، بتحصل عملية يعني الإدراك التام لقيمة العلم وتحصيله. نعم. وبالتالي احنا بنتحرك في قصة، يعني حتى في لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقارن ما بين العلم والعبادة، يعني فضل العالم على العابد، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فضل العالم على العابد كفضلي على أبنائكم. وإن طلب العلم فريضة، وهو فريضة مقدمة على ما سواها. يعني لما يجي إنسان يرتب أولوياته في هذه الحياة فيبقى قضية العلم أولا، لأن هو بدون علم هو جاهل، وإذا كان جاهل مش هيقدر يدير شؤون حياته، ويقدر يدير شؤون نفسه، شؤون أسرته، شؤون أهله، شؤون حتى المجتمع. وبالتالي احنا محتاجين لهذا العنصر المتعلم، لأن العلم بيخلينا بنستغنى عن حاجات كتيرة جدا. يعني بيوفر لنا قصة إن الإنسان ده لديه فرصة إنه يتعرض لفكر منحرف، لديه فرصة إن هو يغرر بيه، إن هو يضلل. إذا كان على قدر من العلم قادر إنه يفرق ما بين الصح والغلط، قادر يفرق ما بين الصواب والخطأ، وبالتالي إحنا بنستهدف إن إحنا نوصل رسائل مهمة لطالب العلم. بنقول له إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إنما يخشى الله من عباده العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبالتالي قضية العلم لابد أن كل إنسان، كل طالب علم، كل ولي أمر، كل معلم يضع هذه القضية نصب أعينه، لأن نحن محتاجين إلى مجتمع يدرك دوره، مجتمع مستنير، مجتمع فاهم ما يدور حوله من قضايا، مجتمع عارف يتعامل، عارف يرتقي بمجتمعه، وعارف ينهض به. نعم. طيب دكتور محمد، بالنسبة للحملة هل هي بتركز على، أنا عارف أكيد أن هي بتركز على رسائل هامة بتستهدف التأكيد على أهمية ربما العلم ودوره في بناء الأمم والمجتمعات المتقدمة، إزاي حضراتكم ممكن تاخدوا طريق معين عشان توصلوا من خلاله هذه الرسالة؟ وعايز أتكلم برضو في جزئية أن الحملة مدتها أسبوعين، ليه ما تكونش فيها صفة الديمومة وتكون مستمرة طول العام من جانب حضراتكم؟ هو طبعا الحملة إذا كانت لمدة أسبوعين فإحنا بنشتغل على أكتر من محور، لأن حضرتك عارف أن القضايا متجددة في المجتمع وسريعة بشكل كبير جدا. فبالتالي أحيانا بنعمل حملات متوازية بنشتغل فيها بالتوازي، لأن واقع المجتمع حاليا بيفرض عليك أنك تتحرك في أكتر من اتجاه. لكن إذا إحنا استهدفنا في هذه الحملة بداية العام الدراسي الجديد، إحنا أحيانا بنعمل حملات في نفس التوقيت أو بعدها مباشرة عن العلم نفسه، عن الجانب البحثي، عن الجانب الفهم الصحيح داخل كل إنسان. وبالتالي إحنا بنتحرك دلوقتي في الحملة في اتجاهين. الاتجاه الأول بيتعلق بالتواصل المباشر من خلال وعاظ وعظات الأزهر في المدارس وفي المعاهد وفي الجامعات، وده طبعا بيتم بشكل متوازي في كل محافظات مصر. الجانب الثاني بنشتغل بشكل إلكتروني، سواء من خلال مجموعة من الرسائل الإلكترونية المباشرة أو من خلال مجموعة من الفيديوهات اللي إحنا بنسجلها أيضا، يوصل من خلالها الوعاظ والوعاظ ودعاة الأزهر بشكل عام مجموعة من الرسائل المباشرة في قضية العلم وفي الدعوة لكل من يخصه هذا الأمر، أنه هو ينبغي أن يكون على قدر المسؤولية، لابد أن يستشعر مسؤوليته الشخصية، يستشعر مسؤولية وطنه، يستشعر مسؤولية مجتمعه تجاه هذه القضية. هل يا فندم الصفحة الرسمية بتشتمل على كل هذه الأمور بالنسبة لمجمع البحوث الإسلامية؟ إحنا يومياً يمكن سواء كانت رسائل مكتوبة أو في شكل إنفوغراف أو في شكل فيديوهات،
بنوجه رسائل من خلال الصحه الرسميه للمجمع البحوث الاسلاميه على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى انستجرام ومن خلال برضه اليوتيوب، لنا قناه رسميه على اليوتيوب بنرفع عليها كل الفيديوهات اللي بيسجلها الوعاظ في الحملات الاسبوعيه اللي احنا بننفذها. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد ورداني مدير المركز الاعلامي لمجمع البحوث الاسلاميه، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك.